تصنف اللجنة الحكومية الدولية لخبراء تغير المناخ الجزائر على أنها واحدة من بين 24 منطقة ساخنة وأكثرها تأثراً بتغير المناخ، تصنيف جعلها تطالب بالاستفادة من الدعم المالي من الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة للوفاء أولاً بالتزاماتها الدولية ولإعداد خطة قد تكون تكملة لسابقتها التي انطلقت عام 2020، برامج تسعى لتكييف الرهانات الكبرى في مختلف المجالات مع هذه التغيرات. الدعم المالي هذا يقدر ب 3 مليون دولار وستستفيد منه الجزائر في إعداد خطتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وستنتج من خلالها دراسات تقوم بإعداد الجزائر كبلد يعاني من هشاشة التغيرات المناخية على مستوى جميع العديد من القطاعات. وفي هذا السياق يقول المراقبون إن عدة قطاعات بالغة الحيوية قد تأثرت فعلا بالتغيرات المناخية الحادة. زادت درجات الحرارة في الجزائر ب 1.5%، يعني تقريبا حاليا نحن في زيادة ب 2 درجة مئوية. أيضا هناك تصحر ندرة في الأراضي الزراعية، هجرة، أيضا هجرة ما يعرف بالهجرة المناخية داخل الأراضي الجزائرية وأيضا خارج الأراضي الجزائرية من دول المنطقة ودول الساحل. تشير تقديرات السلطات الجزائرية إلى أن عمر الخطة الوطنية للمناخ في نسختها الأولى ستنتهي عام 2035، وهي تعد بمثابة وثيقة استراتيجية للتصدي للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بحيث تحمل في طياتها تدابير التأقلم معها وتقليصها. وشهدت الجزائر السنوات الأخيرة كوارث عدة نتيجة تغير المناخية كالحرائق والفيضانات، ما ألحق أضرارا بالبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وأدى لسقوط عدد من الضحايا. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.